أخبار اليوم. هذا النهارده بالمناسبة الجميلة دي، تقولي الأخبار المسائية النهارده في الاحتفال. هو الحقيقة طبعا الأخبار اليوم بشكل عام صرح كبير جدا، وأنا سعيت إن أنا كنت معاهم خدمت لمدة سنة في مجلس الإدارة، والنهارده أنا سعيد أكتر بشوف التحول اللي حصل وبقى اسمها أخبار المسائي، وهو ده كان حلم بالنسبة للأستاذ جمال، ربنا يوفقه، عمل فيها شغل كويس، واعتقد ان لسه قدامه فرص كبيره كمان في السنوات الجديده. وزي ما ياسر بيه قال النهارده ان هو بقى عايزه ينافس الجرايد اليوميه، فربنا يوفقه باذن الله. رؤيه حضرتك ايه للاستثمار في مصر؟ والله طبعا هي مرحله صعبه على المستوى العالمي، ونتمنى ان شاء الله مصر ترجع زي ما كانت رغم كل التحديات اللي موجوده. ما زالت مصر عندها فرص استثماريه جيده جدا جدا، وهي من احسن الاماكن اللي بيقدر المستثمرين بشكل عام يحققوا فيها عوائد. فبشويه الاستقرار والمجهود الكبير اللي بتقوم بيه الحكومه، وطبعا فخامه الرئيس، ان شاء الله اعتقد يعني في الاشهر اللي جايه دي يبقى في شويه اخبار سر. سلام طيب يا فندم، رمضان كريم. الله يخليك.